وحول آخر التطورات بالأسواق العالمية تنضم إلينا لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب. أهلا بك معنا لينا. خلينا نبدأ بهذا القرار من الشعب الصيني وتثبيت أسعار الفائدة للمرة والشهر الخامس على التوالي. يعني كيف يمكن أن نصف هذه الخطوة من البنك، وخصوصا أنه رأينا معدلات التضخم ما زالت منخفضة جدا، إحنا عم نتحدث عن قرابة 2.4%، والبيانات التي صدرت عن البطالة يعني لم تشير إلى تحسن كبير في النسب. نعم، أهلا ميسا. بالفعل يعني الشهر الخامس على التوالي وهذا الاجتماع الذي أقر بتثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك الصيني أو البنك الشعب الصيني عند تثبيت أسعار الفائدة عن لقرض عام واحد عند 3.85%، وثبت سعر فائدة الإقراض لخمس سنوات عند 4.65% في المئة. ولا ننسى أنه قام خلال الأسبوع الماضي في ضخ سيولة في النظام المصرفي بقيمة ما يعادل 31 مليار دولار أو بقيمة 480 مليار يوان، وبالتالي أيضا ضخ من أجل دعم السيولة، وأيضا ضخ 89 مليار دولار الإقراض متوسط الأجل. بالتالي كل الخطوات التي قام بها بنك الشعب الصيني لدعم أو تعافي الاقتصاد الصيني، رغم انكماش الاقتصاد الصيني لاحظنا نتيجة الإغلاقات الاقتصادية بنسبة 10%، ورغم حدوث نمو خلال الربع الثاني، لكن هذا النمو نتيجة فتح الإغلاقات الاقتصادية الذي ساعد على هذا النمو. لكن إذا نظرنا إلى البيانات الاقتصادية كما ذكرت ميسا أن هناك تضخم 2.4% مقارنة بمستويات كانت ب 5.4%، وأيضا عند مستويات البطالة التي ارتفعت إلى 5.6% إذا ما قارناها خلال العام الماضي، أو كانت متحققة ب 5.1%. أيضا رغم التحسن في نمو الإنتاج الصناعي نشاهد أيضا يعني بعد الانكماش الهائل في الربع الأول. كل هذه البيانات التي نشهدها بالفعل ما زال تحتاج الصين إلى مزيد من التعافي الاقتصادي لعودة الاستقرار. تواجه عديد من التحديات في تصاعد في التوترات الأمريكية الصينية التي نشهدها خاصة على شركات صينية مثل تيك توك، وبالتالي يجب هذه الخطوات أو الإجراءات التي قامها كردة فعل نتيجة كل هذه البيانات. فمتوقع أيضا أنه يحصل نمو ب 1.1% توقعات تشير، لكن ما زال النمو المتحقق كان أكثر من 6% خلال عام 2019. نعم. طيب اليوم أيضا عم ننتظر الخطاب جيروم باول محافظ الاحتياطي الفيدرالي حول يعني ربما قواعد قانون إعادة الاستثمار الأجنبي. برأيك هل يمكن أن يقدم اليوم جيروم باول أي تصريحات بالنسبة للأسواق وبعد عملية التثبيت التي شهدناها لينا مؤخرا بأسعار الفائدة قرب المستويات الصفرية؟ غير المتوقع أن يدلي جيروم باول بأي شيء أو تغيير في السياسة المالية والنقدية، سوى أنه تأكيد على ما حصل سابقا من إبقاء أسعار الفائدة متدنية لفترة طويلة حتى عام 2023، وأيضا مستويات التضخم المستهدفة فوق 2%. لكن يجب الترقب، حتى لو لم يكن هناك جديد يجب أن نترقب أي تصريحات من جيروم باول لأنها كلها تؤثر على المتداولين. المتداولين ينتظرون أي إشارات ضمنية تدل على يعني تلميحات عن الظروف الاقتصادية في الوقت الحالي، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات. فأي تلميحات عن تعافي الاقتصاد يجب أيضا النظر إلى آراء وأعضاء من الفيدرالي الأمريكي، هناك عضوان سيدلوان بشهادتهما. فأي تلميحات أو إشارات ضمنية عن التضخم ستعطينا فكرة أو
عن كيف سيتحرك الاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة. ونحن يعني هناك يعني عدة كما ذكرنا عدة عوامل عم بتخلي هناك انتظار من قبل المتداولين تنتظرها الأسواق، فبالتالي شهادة يعني لا يوجد أي ربما أي تصريحات جديدة من قبل جيروم باول، لكن هناك يعني يجب الانتباه إلى أي إشارات ضمنية يتحدث عنها سواء أعضاء الفدرالي الأمريكي أو تصريحات من جيروم باول أو تلميحات عن السياسة النقدية والنظرة المستقبلية للاقتصاد. طيب لينا أيضا عم نتابع اليوم آخر التطورات يعني ببعض الوثائق المسربة بالنسبة للبنوك، واضح أنه الأسواق الأوروبية أيضا عم تتلقى نوع من الضغط من أسهم البنوك. دوتشي بنك 6%، اتش اس بي سي عم يوصل لأدنى مستوياته تقريبا ب 25 عام. برأيك إلى أي مدى هاي القضية أيضا قد تطال يمكن الأسواق وأيضا البنوك من جديد وتبقى ضاغطة على معنويات المستثمرين اليوم؟ نعم بالفعل، يعني لاحظنا الـ HSBC وستاندرد تشارترد تراجع وأدنى مستوياته لـ HSBC، طالت أغلب البنوك ولاحظنا ضغط كبير على الأسواق الأوروبية وحتى في الجلسة الأسبوعية رغم أسواق اليابان مغلقة، لكن هذه ربما سوف تؤثر هذه القضية حول القضايا المشبوهة. ورغم قيام البنوك بعض البنوك HSBC عن الدفاع عن نفسه وأن هذا الأمر تاريخي منذ عام 2012، يعني قدم دلائل بأنه قام بإعادة هيكلة من حيث خطط أو لخطط نظام الداخلي للشركة من حيث اللوائح القانونية والإجرامية، فبالتالي هذه العمليات المصرفية المشبوهة سوف بالتالي سوف تؤثر بشكل كبير وتضغط على الأسواق وخاصة على القطاع المصرفي برأيي في هذه الفترة، وخاصة أنه إذا نظرنا أيضا إلى الأسواق الأمريكية عم تشهد عمليات تصحيح، والأسواق وأسهم التكنولوجيا عم نشوف عليها عمليات جني أرباح، ورب نتيجة أيضا كما ذكرنا هذه العمليات التصحيح التي عم نشهدها لا يوجد أي محفزات إلى الآن من شأن حزمة التحفيز القادمة من أمريكا من الجمهوريين. إلى الآن أيضا انتشار فيروس كورونا، عدم وجود إلى الآن لقاح فيروس كورونا، يعني هناك تخبط وعدم اتضاح الرؤية إلى الآن، وأيضا اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية تجعل الأسواق في تذبذب وتصاعد التوترات الأمريكية الصينية، كله بذلك يضغط على الأسواق، وهذا الموضوع مهم ومؤثر جدا برأيي على الأسواق الأوروبية الأسواق العالمية بشكل عام. نشكرك لينا أنها محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.